هي أدت البارحة بالفعل لمقتل 8 جنود إسرائيليين في مدرعة النمر الإسرائيلية، خسائر كبيرة للاحتلال خلال الساعات الماضية. نقرأ في دلالاتها مع ضيفنا ينضم إلينا من عمان الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق. مرحبا بك معنا أستاذ قاصد. وأهمية هذه الخسائر الآن بالنسبة للاحتلال، 12 جنديا قتلوا خلال ساعات في غزة، ما أهمية هذه الخسائر للاحتلال في هذه المرحلة من حربه وعدوانه على قطاع غزة؟ تحياتي وكل عام وانتم بخير. أهلا بك. حقيقة الدلالات الحقيقية هي أن الجيش الإسرائيلي في الشهر 9 من الحرب ما زال عاجزا وغير قادر أن يؤدي دور عسكري يصل به إلى نتائج ملموسة ميدانيا أو يعزز سرديته، وادعاه الدائم بأنه قضى على الكثير من المقاومة ومنعها وحيدها وفككها. كل ذلك تثبت المقاومة يوما بعد يوم أنها هي سردية خاطئة تماما وغير واقعية، وأن المقاومة ما زالت قادرة تماما أن تؤدي دورها وأهدافها الحقيقية في صد هذا العدوان وإلحاق أكبر خسائر ممكنة به بعد كل هذا الزمن الطويل من الصمود والثبات حقيقة والتجدد في أساليب القتال ونوعيات المقاومات التي تمارس أدوار في وسائل قتال أيضا متعددة وبجغرافيات متعددة وبذات عمليات حصيفة. كل ذلك يدل على المقاومة من الناحية العملياتية ناجحة تماما في منع العدو وإعاقته عسكريا على المستوى العملياتي، وقد يتحول هذه الإعاقة إلى المستوى الاستراتيجي على الأرجح. لا يزال العدو قادر على إنجاز نجاحات تكتيكية من خلال قدراته على التوغل، من خلال امتلاكه لأسلحة الجو و وكانت تصف بري طيب. وبحري وجوي، التوغلات التكتيكية بالاستناد طبعا للدعم الجوي والبحري وغيره، هل ما أعلن عنه الاحتلال بوقف تكتيكي للعمليات في رفح يأتي في إطار هذه الاستراتيجية، وأي دور أيضا لعمليات المقاومة بإلحاق هكذا خسائر بالاحتلال، أي دور لها في هذا القرار الذي اتخذه الاحتلال بوقف تكتيكي لعملياته في رفح؟ وإن كان هناك في الحقيقة بعض التناقض في التصريحات الإسرائيلية، مثلا المتحدث باسم جيش الاحتلال قال لا وقف للقتال جنوب قطاع غزة وأن المعارك لا تزال مستمرة في رفح. وأنا أقول كذلك، أعتقد لن تتوقف العمليات، لن يتوقف التوغل، قد يتوقف القصف المدفعي أو الجوي الذي يمكن أن يؤثر على حركة أي آليات اسناد او مساعدات قد تاتي الى القطاع من الجانب المصري او حتى من اي جانب اخر. اعتقد ما في غير كرم ابو سالم، لانه ما في معابر لا تاتي من مصر الى كرم ابو سالم او من مكان اخر من داخل فلسطين اذا كانت عبر من الاردن مثلا او غير من المصادر الاخرى. لكن الفكره هنا انه وكانها موقف اسرائيلي يعني لا يستهدف القوافل الانسانيه اذا كان هناك قوافل، ومع عملياتيا لا مستمره ولن تتوقف. واعتقد حتى في هذا اليوم كان هناك في قصف في بعض المواقع، صحيح ليس في الجنوب، لكن القصف موجود سواء كان من المدفعيين او من الطائرات المسيره حقيقه التي ايضا كان لها نشاط صباح هذا اليوم في سماء غزه. هي لا تنقطع عن سماء غزه اصلا، لكن انا يعني بس اريد ان اشير على عجاله جدا على كلمه اسماعيل هنيه، لم اسمعها لكن سمعت ما تفضل فيه عن الحقيقه المستوى السياسي بحماس يعني يؤدي اداء يعني اعتقد انه يعني جيدا جدا في ظل تحديات كبيره يواجهها من خلال اولا هذا الوضع الانساني الضاغط جدا في غزه بعد ان اخذت اسرائيل غزه عن الحياه، القتل والاصابات والجرح والمرض والجوع وانقطاع الكهرباء والمياه، هذا ضاغط كبير. ثم ايضا الضغط الدولي سواء كان الامريكي او ما يمكن ان تستخدم امريكا من ضغوطات اخرى على 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 قياده حماس في هذا الضغط، وغياب الدور العربي حقيقه الفاعل الذي يمكن ان يستثمر هذا النجاحات المقاومه التي قدمت للمستوى السياسي سواء في حماس او المستوى السياسي الفلسطيني والعربي بشكل عام اكبر مساعده وخدمه من حيث النجاح العملياتي الذي فعلا يمكن. وقد أشار إلى إسماعيل هنية بالفعل
إلى ذلك في كلمته، ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى القيام أو إلى تطوير دورها في دعم المقاومة، وهو قادر على ذلك كما قال. أستاذ قاصد، أريد أن أقف معك عند تصريح للجيش، جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقول فيه: لا نستطيع تخليص كل المحتجزين بعمليات عسكرية. لعلك تتذكر السقف المرتفع الذي بدأ به نتنياهو عدوانه على قطاع غزة، وحتى المسؤولين العسكريين بأنهم قادرون على إرجاع كل الأسرى بقوة السلاح وبقوة العمليات العسكرية، وأن الجيش قادر على ذلك. تعليق. الحقيقة هذا مؤشر آخر، هناك مؤشرات يعني ممكن أن نتحدث عنها إذا أردت، أن الجيش الإسرائيلي بدأ يبحث عن مخارج من هذا المأزق، من هذه الحرب. هناك الآن يعني بعض الإشارات الميدانية التي تدل على أن الجيش يستطيع أن يتوغل، يمكن أن نصل إلى مناطق معينة، لكنه لا يستطيع أن يصمد ويثبت ويدفع ثمن غالي. الأهم أنه لا يأتي بنتائج عسكرية ملموسة على الأرض، وبالتالي إحنا أمام إعاقة عملياتية عسكرية حقيقية أمام الجيش الإسرائيلي. ما هو الحل؟ الاستمرار يعني مزيد من الاستنزاف. إذا لابد من الخروج. كيفية الخروج بعد أن كانت الوعود البراقة السياسية وحتى العسكرية أن رفح ستكون النصر الحاسم وستأتي بالذيب من ذيله كما يقول المثل العربي. إذا هنا هذا أحد المؤشرات أن هناك احتمال أننا بدأنا نتراجع تدريجيا. الأرجح ستكون المرحلة الأولى وقف العمليات في رفح، الانسحاب خارج المناطق، منطقة رفح نفسها. قد يكون هناك فعلا بقاء في محور صلاح الدين، هذا وارد مع محور بن سليم، لكن مره اخرى هذا البقاء ايضا سيطال نفس النتيجه، لانه المقاومه شكراً. من الان بدا وتستمر بقصف القوات الاسرائيليه اينما وجدت قطاع غزه. بالتالي اعتقد الخروج من غزه هو الحل المنطقي للجيش الاسرائيلي، واعتقد عليهم ان يعلنوا ذلك بشكل سريع. وهناك جنرال متقاعدين حتى قائد المنطقه الشماليه عن هذا السيناريو. أشكرك جزيل الشكر الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، حدثتنا من عمان.